في الأول من أيار من كل عام يحتفل العالم بعيد العمال العالمي، الذي يعتبر فرصة غنية للمساهمة في تقدير إنجازات العمال وتقديم الحوافز والمكافآت تقديرا على جهودهم في بناء الوطن وتنميته. وفي هذا الإطار نظم الاتحاد العام للنقابات عمال فلسطين في رام الله تظاهرة ومهرجانا عماليا نقابيا شهد مشاركة جماهيرية من كافة القطاعات العمالية من مختلف محافظات الوطن احتفاء بيوم العمال العالمي. نحن في فلسطين، العمال في فلسطين لهم مكانة خاصة لدى القيادة السياسية في فلسطين، وأيضا يلعبوا دور مهم في حياة الشعب الفلسطيني، حيث يمزج ما بين الدور النضالي والوطني ودورهم الوظيفي المهني. ويحتفل العالم بيوم العمال العالمي تخليدا لذكرى من سقط من العمال في الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل تحديد ساعات عملهم. وقد توافق العالم في اعتماد الأول من أيار من كل عام عيدا سنويا تعطل فيه كافة القطاعات العمالية والمهنية. نحن نتطلع من خلال هذه الفعاليات إلى الترويج لحقوق العاملين الفلسطينيين، خاصة وأن حقوقهم مهضومة لدى جميع أطراف الإنتاج الفلسطينيين، فنحن نتطلع من خلال هذا الاحتفال إلى تكريس الحق النقابي المكتسب والتنظيم النقابي الديمقراطي، ومن ثم البناء النقابي وتحصيل حقوق العمال من كافة الأطراف المعنية. وفي ظل احتفال عمال العالم بهذه المناسبة التي تعتبر رمزا لتحقيق أهدافهم، إلا أن واقع العامل الفلسطيني مغاير، فها هم عمال فلسطين يعملون في عيدهم منذ الصباح في سبيل تأمين احتياجاتهم ومتطلبات حياتهم. لكن أطلب من الاتحادات العامة في فلسطين النزول بدل الاحتفالات، النزول لمواقع العمل في ورشات العمل في مواقع العمل والبناء، حتى يروا بأعينهم كيف العمال يعملون في هذا اليوم. نقابات العمال تعترفش فينا، بتساعدش العمال، بتطالبش أجور عمال، بتطالبوا في غلاء للمعلمين، بتطالبوا للصحة، لكل إشي ما عدا العمال. العمال دائما على جنب ولا واحد بيسأل فيهم، بيجي بيقول لك بدنا نقاطع الشغل في المستوطنات. طب وفروا لنا شغل بدل المستوطنات، وفروا لنا شغل، أعطونا شغل ثاني، فيش بديل. بدنا نعطل اليوم هذا، أنو اللي بده يعوضنا فيه؟ إحنا بنشتغل حتى يعني أسعار ما فيش شيء. الواحد بيشتغل طول اليوم يا دوب يطلع له 100-130 شيكل، وانا كمعلم وراي صناعيه ومعي عده ومعي مش عارف ايش، صار الوضع بيختلف عن زمان. يعني انا اذا بدي اعطل ما فيش حدا معوضني في هالشغله. في الاول من ايار لا بد من وقفه على اوضاع العمال في فلسطين في سبيل تحسين اوضاعهم السيئه الى مستويات تتيح توفير بيئه عماليه افضل. من امام مقر وزاره العمل برام الله، سامي القنداح، تلفزيون القدس.